السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مع بعض المتبقي لنا في المحاسبة الإدارية. كنا وصلنا للمحاضرة رقم 26، الجزء الخاص بقياس وتقويم الموارد. قياس وتقويم الموارد هي أحد أدوار المحاسبة الإدارية في الجزء الرقابي، إن هي عايزة تقيم الأداء وتحسن أداء الأفراد والأنشطة، وبناء عليها تبدأ تقارن. احنا كنا اتكلمنا في البداية قلنا أحد الأدوار الخاصة بالمحاسبة الإدارية دورها الرقابة، إنها بتقارن التكلفة الفعلية مع التكلفة المحددة مقدما أو بنقول عليها التكلفة المعيارية، وبتطلع لي الانحراف قد إيه. طيب، عملية المقارنة ديت أو عملية تحديد الانحرافات بتتم بهذه الطرق. رقم واحد، المقارنات. عشان أقول في أداء جيد ولا في أداء غير جيد لازم يكون عندي حاجة أقارن بيها. يعني الأداء الفعلي ده جيد ولا غير جيد؟ لازم أقارنه بأداء آخر، أداء جيد قبل كده ومقياس مناسب، وبناء عليها أقدر أقول ده جيد ولا غير جيد. طيب أقارن إيه بإيه؟ قال ممكن تقارن الأداء الحالي بالأداء السابق لنفس الفرد أو نفس القسم أو نفس المنشأة. يعني العامل سين كان بينتج 10 وحدات، طب دلوقتي بينتج كام؟ بينتج 12، يبقى معناها في تحسن. طب دلوقتي بينتج 7، يبقى معناها ان في انحراف غير جيد وفي اداء غير جيد لهذا العامل. يبقى المقارنه ممكن تتم عن طريق مقارنه الاداء السابق مع الاداء الحالي لنفس الفرد او نفس الشركه. الطريقه الثانيه، اقارن الاداء الحالي لفرد معين او لقسم معين او لمنشأة معينة مع فرد اخر او قسم اخر او منشأة اخرى بتشتغل تحت نفس بنفس المجال وتحت نفس الظروف. يعني شركتين بيشتغلوا في قطاع واحد، اجي اقول والله يا الشركة الاولى ادائها ايه والشركة الثانية ادائها ايه، طالما في قطاع واحد ونفس الظروف متوفرة عند الاثنين اقدر هنا اقارن. الطريقة الثالثة للمقارنة، مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المستهدف أو المحدد مقدما. يعني احنا كان هدفنا ان احنا نصل لمستوى انتاج 10 طلاق، طب احنا انتجنا فعلا كام؟ اكتر ولا اقل؟ الطريقة الرابعة، مقارنة الأداء الفعلي مع المعايير. مقارنة الأداء الفعلي مع الاداء اللي هو وفقا للمعايير. يعني هنا بقى اما اجي اقول الشركه ديت الوحده دي المفروض تاخد مواد خام قد ايه واماده قد ايه وتكاليف غير مباشره قد ايه، اللي حدد لي الحاجه ديت تحديد علمي، مهندسين خبراء في المجال ده، يقول ديت الحاجه المعياريه. طب الفعل جه ازاي؟ الانتاج الفعلي كان ايه؟ يبقى نقول عليها الايه، الاداء او الانتاج الفعلي. يبقى دي عندي 4 أنواع من المقارنات، أفضلهم غالبا تبقى المقارنة رقم 4 لأنها بتتم بناء على أسس علمية. طيب طالما بتتم بناء أسس علمية وبناء على معايير، هي المعايير بتتحدد إزاي؟ ويعني إيه أصلا معيار؟ المعيار هو عبارة عن أفضل مقياس ممكن للأداء. يبقى المعيار هو أفضل مقياس أداء ممكن. يبقى في الظروف المثالية، في الظروف المثالية المفروض آخد مواد خام قد إيه؟ عمالة قد إيه؟ تكاليف غير مباشرة قد إيه؟ ده بيقول عليها المعيار. والمعيار ليس حكمياً، يعني مش تقدير شخصي، ده لا، ده لازم يكون بناء على اسس علميه. طيب مثلا المعيار الخاص بالموارد، اتعمل دراسه
وبناء على الدراسة المفروض الحاجة دي تاخد وقت قد ايه، تاخد كمية قد ايه، يبقى دي كلها دراسة. زي مثلا معايير للمواد المباشرة. افترضوا يتم التعاون بين المراكز الهندسية، قسم المشتريات، المحاسب، عشان اضع الاسعار المثلى للمواد الخام. مثلا عملنا دراسة للسوق وقلنا علشان اشتري المواد بنوعية ممتازة الكيلو منها ما يزيدش عن 7.2 ريال. لما اشتري الكيلو ده هيبقى فيه اجرة النقل ما تزيدش عن 88 هللة لكل كيلو، استلام ومناولة 10 هللات لكل كيلو. المفروض كمان اخد خصم على المشتريات 18%، 12 هللة. معنى كده الكيلو المفروض اشتريه بكام؟ يبقى 7.2 زائد 88 هللة زائد 10 هللات ناقص 18، 8 ريال لكل كيلو. يبقى السعر المعياري للكيلو 8 ريال. لو التكلفة بقى الفعلية جت أكتر من 8 يبقى دي فيها مشكلة. لو أكتر من أقل من 8 يبقى ممتاز. يبقى أنا عندي دلوقتي تكلفة معيارية وفي عندي كمان تكلفة بيقول عليها تكلفة فعلية. يبقى التكلفة المعيارية ما يجب أن تكون عليه التكلفة. طيب نفس الكلام للأجور. ونفس الكلام للاستخدام بتاع المواد الخام. يعني حسبنا هنا سعر الشراء الكيلو. طب المفروض الكمية المستخدمة قد إيه؟ هل يمكن حساب الكمية المعيارية من المواد اللازمة لكل وحدة كمان؟ حسب المواصفات وحسب الدراسات المفروض كل وحدة علشان انتجها بتحتاج 1.35% من الكيلو. في مسموحات تلف وضائع يعني في حاجات تفقد كده اثناء الانتاج 10% من الكيلو. في مسموحات ايضا لرفض الوحدات 5% من الكيلو. يبقى الكيلو كده المفروض الوحده اسف تاخد كام كيلو؟ يبقى 1.35 زائد 10% زائد 5% يبقى 1.5 كيلو. يبقى المفروض الوحدة لما اجي انتجها ما تاخدش اكتر من 1.5 كيلو. والكيلو انا حاسبه من شوية بشتريه 8 ريال يبقى 1.5 ضرب 8 يبقى الوحدة ما تكلفنيش مواد خام اكتر من 12 ريال. طب كلفتنا اكتر من 12 يبقى فيها مشكلة. يبقى ده المعيار بتاعي اللي هي ال 12. طيب نكمل. المعايير الخاصة بالعمل. يعني عايز أعرف برضه معدل أجر العامل في الساعة المفروض يبقى كام؟ هل في حاجة اسمها الأجر الأساسي في الساعة؟ يعني ده بداية الأجر اللي أنا بحاسب العامل عليها. المفروض الأجر الأساسي 10 ريال عن كل ساعة. بدي للعامل بدل نقل 20% من الأجر الأساسي، يبقى 20% ضرب 10 يبقى ريالين على كل ساعة، و40% من الأجر الأساسي مزايا عينية، ياخد حاجات من منتجات المنشأة، اشتراكات في نوادي، سلع بخصم، كل دي بنقول عليها ميزة عينية. 40% من 10 4 ريال. يبقى معناها العامل الاجر بتاعه في الساعة يبقى المفروض 16 ريال. يبقى كل ساعة بيشتغلها العامل معدل الاجر عليها 16 ريال. طيب ازاي برضك احسب الزمن اللازم لانتاج الوحدة؟ يعني اقول للعامل انتج لي الوحدة ايه؟ هل ياخد فيها 10 ساعات ولا 20 ساعة؟ لازم احسب كمان المعدل او عدد الساعات المعيارية اللازمة للانتاج. فلما نيجي نقول هنا الزمن الاساسي للعمل بالوحدات بالساعة 1.1 لكل واحدة. طب مسموحات راحة واعطال 4.1 ساعة. يبقى المفروض انتاج الوحدة الواحدة ما يزيدش عن 1.5 ساعة. طب ما احنا حاسبين له كمان الساعة في 16، يبقى 1.5 ضرب 16 يبقى اقصى اجر خاص بانتاج الوحدة 24 ريال.
يبقى انا وصلت دلوقتي ان الاجر ان تكلفه المواد لكل واحده 12 ريال وتكلفه الاجور لكل واحده ما تزيدش عن 24 ريال بنفس الطريقه. التكاليف الاضافيه، التكاليف الاضافيه المتغيره بخلاف بقى المواد المباشره والاجور المباشره برضه دي بتديني معطى. مثلا عدد الساعات المخطط للموازنه التكاليف الاضافيه بيديني بقى متغير. الاجور غير مباشره كل وحدة بيكون نصيبها من الأجر الغير مباشر 2.6، من المواد الغير مباشرة 7، من الزيوت والشحوم 3، من القوى المحركة 4. يعني معناها المعدل بقى هنا 4 ريال لكل ساعة. يبقى المفروض الوحدة نصيبها من التكاليف الإضافية المتغيرة 4 ريال، ما تزيدش عن 4 ريال. طب مع كل وحدة احنا لسه حاسبينها من شوية بتاخد ساعة ونص. يبقى الساعة ونص بكام؟ ب6 ريال. كده ببدأ أحسب. ها كل وحدة تاخد وقت قد ايه؟ كل واحدة هتاخد عن كل ساعة قد ايه؟ كل واحدة عن الساعة والتكلفة المتغيرة قد ايه؟ يبقى احنا حسبنا كده المواد قد ايه؟ الأجور قد ايه؟ التكلفة المتغيرة قد ايه؟ نفس الكلام برضه التكلفة الثابتة. لو التكلفة الثابتة 280,000 ريال وأنا بنتج 100,000 ساعة، يبقى المفروض الساعة الواحدة نصيبها من التكلفة الثابتة 2.8 ريال. طب لما الوحدة تاخد ساعة ونص هيبقى نصيبها من الثابت كام؟ 1.5 في 2.8، 4.2 ريال لكل ساعة. لاحظوا إن إحنا بناخد الحاجة هنا باستمرار. يبقى خدنا دلوقتي نصيبها من المواد قد إيه؟ نصيبها من الأجور قد إيه؟ من التكاليف الإضافية المتغيرة إيه؟ والتكاليف الإضافية أيضًا الثابتة كام؟ كل دي نقول عليها معايير. كل دي بنقول عليها معايير. لو جينا بقى خدناها حطيناها في جدول يطلع الوحده الواحده تاخد مني قد ايه؟ يطلع هنا الوحده الواحده تاخد مني قد ايه؟ من المواد الكميه وطلعنا كنا عاملين لها السعر كام؟ هيطلع 12 ريال. طب من العمل ساعة ونص 16 ب 24 ريال، دي طبعا مش كيلو دي ساعة. تكاليف إضافية متغيرة عن الساعة ونص 4 ريال 6، الإضافية الثابتة ساعة ونص 2.8 4.2، يعني كده التكلفة المعيارية الإجمالية للوحدة من كل عناصر التكاليف المفروض ما تزيدش عن 46.2 ريال. لو زادت عن كده يبقى في مشكلة. لو زادت عن كده يبقى في مشكلة. يبقى أنا كده وضعت معيار للمواد، معيار للأجور، معيار للتكاليف الإضافية المتغيرة، معيار كمان التكاليف الإضافية الثابتة، جمعتهم على بعض طلع لي التكلفة المعيارية للوحدة قد إيه. طيب في المحاضرة رقم 27 بيتكلم فيها عن تحليل انحرافات التكاليف. لو تفتكروا كنا خدنا في المحاسبة التكاليف تحليل انحرافات تكاليف المواد والأجور والتكاليف الإضافية. نفس الكلام بيتعاد تاني. رقم 1 تحليل انحرافات، تحليل انحرافات التكاليف الأولية. تحليل انحرافات المواد. لما اجي احلل انحراف المواد تحليل ثنائي. انحراف المواد تحليل ثنائي بيقسم الانحرافات الى انحراف سعر وانحراف كمية. انحراف سعر وانحراف كمية. انحراف سعر لما تكون المواد المستخدمة فعلا زي المواد المعيارية لكن السعر مختلف. يعني الحاجة المفروض اشتريه كيلو ب 5 ريال، لا اشتريته ب 6، اشتريته ب 4،
يبقى ده في انحراف السعر. وقد يكون الانحراف موجب او سالب، او تعالوا نقول ملائم او غير ملائم. امتى الانحراف يبقى ملائم؟ لو انا اشتريت الفعلا بسعر اقل من المعيار. يعني انا بقول المفروض اشتري الكيلو ب10 ريال، لا انا اشتريته ب8، يبقى ده انحراف ملائم وفرت. لكن امتى بيكون الانحراف غير ملائم؟ لو انا اشتريت فعلا باكتر من السعر اللي انا كنت محدده او كنت متوقع، يبقى انحراف السعر. لو انحراف السعر، لو السعر اللي انا دفعته فعلا اكبر من المعيار، يبقى ده انحراف غير ملائم. اقل يبقى انحراف ملائم. طب انحراف الكمية، لو انا استخدمت كمية اكبر من اللي انا كنت متوقعها، يبقى ده انحراف غير ملائم. طب لو استخدمت كمية اقل من اللي انا كنت متوقعها، يبقى ده انحراف ملائم. يقول لي مثال اهو، ينتج احد الاقسام او اقسام الانتاج لشركة ما منتج نمطي يتطلب استخدام نوعين من المواد الخام، مادة الف والمادة اتنين، او الف واحد والف اتنين، في مال الموازنة المعيارية للقسم. يعني تقديراتي المعيارية او توقعاتي بناء على دراسة علمية. المادة الف، كل وحدة من الانتاج بتحتاج المفروض 3 كيلو من المادة الف. المفروض اشتري الكيلو ب7 ريال، ما يزيدش عن 7 ريال. طب المادة الف اتنين، كل وحدة بتحتاج من الف اتنين 2 كيلو، والكيلو الواحد من الف اتنين مش هشتريه باكتر من ريالين. طب انتاج الفعلي خلال الفترة 500 وحدة، انا انتجت فعلا 500. طب كلفوني كام؟ قال لي المادة الف واحد انت استخدمت 1200 كيلو في انتاج 500 وحدة، اقدر اجيب الوحدة الواحدة خدت كام كيلو نقسمهم على بعض. طب اشتريت السعر كام؟ 6 ريال. الله، ده المفروض كنت اشتري ب7. طالما اشتريت ب6 يعني اشتريت باقل من السعر المتوقع، يبقى ده انحراف ملائم. ممتاز، يبقى انا قللت التكاليف. طب الف اتنين، استخدمت 1800 كيلو والسعر الفعلي 1.5. الله، ده انا المفروض في الف اتنين سعر الوحدة يكون 2 كيلو ب2 ريال. لا، ده انا جبته فعلا ب1.5، يعني جبته باقل من اللي انا كنت متوقعه، يبقى ده انحراف ايضا ملائم. طيب عايز تحليل انحراف المواد الثنائي. عشان احلل الانحراف الثنائي للمواد، اتفقنا قلنا بيبقى انحراف سعر وانحراف كمية، ومجموع انحراف السعر والكمية بنقول عليه الانحراف الاجمالي. يبقى كأن الانحراف الإجمالي عبارة عن مجموع انحرافي السعر والكمية. نحسب الأول التكلفة الفعلية كام، والمعيارية كان المفروض تبقى كام، ودايما دايما بأكدها دايما ثالث مرة، ما يحدد الانحراف بيكون الأول الفعلي ناقص المعيار، فعلي ناقص معيار. لو النتيجة موجبة يبقى ده انحراف غير ملائم، لان الفعلي هيجي اكبر كده من المعيار. لو النتيجة سالبة يبقى الانحراف ملائم. طيب التكلفة الفعلية للمواد عبارة عن كمية فعلية في سعر فعلي. طيب المادة الف، الكمية الفعلية 1200، سعر الكيلو 6، يبقى التكلفة الفعلية للمادة الف 7200 ريال. طب التكلفة الفعلية للمادة الف 2، كميتها الفعلية 1800 ضرب سعرها الفعلي 1.5، يبقى 2700. يبقى انا كده جبت التكلفة الفعلية للمادة الف واحد والتكلفة الفعلية للمادة الف اتنين. طيب تعالوا بقى نجيب الكمية المعيارية.
يعني ايه الكميه المعياريه؟ يعني الكميه اللي كان مفروض استخدمها. طيب انا انتجت فعلا 500 من الوحدات من المادة ألف واحد، كان المفروض آخد 3 تيرا، يبقى 500 في 3 1500. طب المادة ألف اتنين أنا أنتجت 500 وحدة، وكان المفروض أستهلك عن كل وحدة 2 كيلو من ألف اتنين، يبقى 500 في 2 ب1000 كيلو. طب نحسب بعد كده التكلفة المعيارية، عبارة عن كمية معيارية في سعر معياري. طب الكمية المعيارية الألف واحد كام؟ 1500 كيلو في السعر المعياري 17500. طب وألف اتنين الألف كيلو ضرب 2 سعر معياري 2000 ريال. يبقى أنا جبت كده التكلفة الفعلية من ألف واحد وألف اتنين، والكمية والتكلفة المعيارية من ألف واحد وألف اتنين. اتفقنا، قلنا هناخد الفعل ناقص المعياري يديني الانحراف. فهاجي هنا الانحراف الإجمالي للمادة ألف واحد هتساوي التكلفة الفعلية بتاعتها أهي فؤاد 7200 ناقص التكلفة المعيارية 10500، يبقى 7200 ناقص 10500 هتساوي سالب 3300. طالما طلع بالسالب يبقى ده انحراف ملائم. ليه بقى؟ لان ها الفعلي اقل من المعيار. طب الانحراف من المادة الف اتنين، الفعلي 2700 ناقص المعياري 2000 طلع موجب. طالما موجب يبقى الفعلي اكبر من المعياري، يبقى نعم. ومش كمان مش شرط كمان الاشاره، شوفوا كده على طول اهو الفعلي 7200 والمعيار 10500. طب بالله عليكم لما اكون انا متوقع اجيب الحاجه ب 10500 جبتها بس ب 7200 يعني باقل، يبقى برافو عليا، يبقى ده انحراف ملائم جيد. طيب في الحاله الثانيه الحاجة كلفتني 2700 وكان المفروض تكلفني 2000 بس، يعني كلفتني أكبر من المتوقع ب 700، يبقى ده انحراف على طول إيه؟ غير ملائم. يعني ممكن في الاختبار ما يجيليش سالب وموجب، ممكن يجيلي ملائم ولا غير ملائم. على طول تبقى ملائم إمتى؟ لو الفعلي أقل من المعياري. وغير ملائم إمتى؟ لما يكون الفعلي أكبر من المعياري. الانحراف الكلي للمادتين مع بعض، في ماده انحراف ملائم 3300 وماده ثانيه انحراف غير ملائم 700، لما اجمعهم مع بعض كاني بطرحهم والنتيجه حسب الاكبر. 3300 ملائم، لما اجمع عليها 700 غير ملائم يبقى الباقي 2600 ملائم. يبقى الانحراف اللي عندي انحراف للمادتين ملائم 2600، انحراف ملائم 2600. يبقى انحراف ملائم وانحراف غير ملائم. يبقى الانحراف الاجمالي للمادتين مع بعض انحراف ملائم 2600. طب نكمل. انا عايز بقى ال 2600 اللي هو انحراف الملائم دول اقسمهم لانحراف سعر وانحراف كمية. انحراف سعر وانحراف كمية. احفظوا معايا الله يكرمكم المعادلتين دول. انحراف السعر عبارة عن التغير في السعر ضرب الكمية الفعلية. طب التغير في السعر ده عبارة عن ايه؟ سعر فعلي ناقص سعر معياري ضرب كمية فعلية. انحراف السعر، سعر فعلي مطروح منه سعر معياري ضرب كمية فعلية. طب انا عندي مادتين يبقى احسب الانحراف ده مرتين، مرة الالف واحد ومرة الالف اتنين، وبعد كده اجيب اجمالي الانحراف مجموع. طب انحراف السعر للمادة الف واحد، سعر فعلي 6 ناقص سعر معياري 7
يبقى 6 ناقص 7 ضرب الكمية الفعلية من ألف واحد 1200، طلع إيه؟ سالب 1200. طالما طلع بالسالب يبقى ملائم. ليه ملائم أهو؟ لأن السعر الفعلي 6 والمعيار 7. طب انحراف السعر للمادة ألف 2، سعر فعلي 1.5 ناقص سعر معياري 2 ضرب كمية فعلية 1800 هيساوي هنا ها سالب 900. سالب 900 لأن برضو السعر الفعلي أقل من السعر المعياري. لما ألاقي عندي المادة ألف واحد الانحراف بتاعها ملائم 1200 وألف اتنين الانحراف بتاعها ملائم 900، يبقى 1200 زائد 900 يبقى 2100 الانحراف ملائم. يبقى انحراف السعر ملائم 2100. طيب اتنين، انحراف الكمية. انحراف الكمية عبارة عن تغير في الكمية ضرب سعر المعيار. تغير في الكمية ضرب سعر المعيار. تغير في الكمية اللي هي عبارة عن كمية فعلية ناقص كمية معيارية. كمية فعلية ناقص كمية معيارية. كمية فعلية ناقص ديت كاف ناقص كمية معيارية. كمية فعلية ناقص كمية معيارية في سعر معياري. طب الانحراف بتاع المادة ألف واحد، كمية فعلية من ألف واحد 1200 ناقص كمية معيارية 1500 ضرب سعر معياري. خد بالكوا اللي داخل اقواس، 1200 ناقص 1500 يبقى النتيجه سالب، يبقى انحراف على طول ملائم، 2100 ملائم. طب انحراف الكميه للماده الف 2 يبقى 1800 كميه فعليه ناقص 1000 كميه معياريه، 1800 ناقص 1000 ضرب سعر معياري للمادة ألف 2 اللي هو 2 ريال، طلع الناتج هنا أو بين الأقواس طلع موجب. طالما موجب يبقى ده انحراف غير ملائم. أما يكون عندي الانحرافين دول بقى 2100 ملائم و 1600 غير ملائم، لما أجمعهم مع بعض ها 2100 بالسالب و 1600 الموجب، النتيجة سالب 500، يبقى الملائم 500. طيب خد بالك بقى كده، انحراف السعر ملائم 2100 وانحراف الكميه ملائم 500. مش ال 2100 زائد ال 500 هو الانحراف ال 2600 اللي احنا لسه مطلعينه الاجمالي الملائم. يبقى المفروض الانحراف الاجمالي للمادتين بيساوي انحراف السعر زائد انحراف الكميه. انحراف السعر كان طلع قبل كده هو ملائم 2100 وانحراف الكمية ملائم 500، مجموعهم مع بعض ملائم 2600. يبقى تحليل انحرافات يهمني تحليل الثنائي. انحراف اللي ايه؟ التحليل الثنائي للمواد، انحراف سعر وانحراف كمية. انحراف سعر وانحراف كمية. ممكن نبقى ناخد كمان على تحليل الانحرافات الخاصة بالأجور، ناخد مثال تاني كمان على الأجور، لأن يهمنا التحليل الثنائي لانحرافات المواد، وأيضا التحليل الثنائي لانحرافات الأجور. لو في أي سؤال يا شباب اسألهم، أي سؤال. إن شاء الله يوم الأربعاء القادم هناخد المحاضرات اللي هي 28 و29 و30 نخلص فيها بإذن الله. يعني يوم الأربعاء القادم إن شاء الله هتكون نهاية المحاضرات الشرح بتاعتنا،
وإن شاء الله لو في عمر بقية يبقى السبت بإذن الله ناخد مراجعة أو تطبيقات على كل المقرر بإذن الله. أي استفسار؟ جزاكم الله كل خير، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.